السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معنا في قناة العلم هدفنا. إن شاء الله النهاردة الفيديو هيكون Grade 6 First Term، وهناخد النهاردة Unit 5 بالكامل. ويلا نبدأ بسم الله. في البداية عايز أقول لكم إن إحنا النهاردة مكملين كلامنا على موضوع الـ Equation، فمهم طبعا تكون ذاكرت اللي فات، وبالأخص كان Unit 3 Concept 1 اللي شرحنا فيه فكرة الـ Algebraic Expressions. أنا برضو هسيب لكم اللينك الفيديو الخاص بيه في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا له ونبدأ على طول في الشرح. بس خلوني أفكر كل اللي بيشوفونا لأول مرة إنهم يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس عن الكل علشان يجيلهم إشعار بكل فيديو جديد بينزل بأمر الله تعالى. ويلا نبدأ. وبنبدأ مع بعض في lesson 1 and 2، وهو في فكرة بسيطة تعالوا نوضحها مع بعض من خلال الاكزامبل. هقول لك دلوقتي انا لو مدياك شكل سكوير وبقول لك احسب لي البريمتر الخاص بالسكوير، طبعا كلنا عارفين القانون ده وبتقول ان البريمتر ايكوال ال4 تايمز الاس، طبعا ان البي هو السيمبل الخاص للبريمتر وان الاس هو السيمبل الخاص بالسايد لينث. طيب تعالى كمان نشوف التيبل ده، احنا عاملين ايه في التيبل. هنا انا كل مرة بحط قيمة للاس وبناء عليه بتطلع لك قيمة للبي. انا مثلا هنا حطيت ان الاس ب1، فبنقول 4 times 1 equal 4، صح كده؟ يبقى لما الاس قيمتها 1 البريمتر بيطلع قيمته 4، اما لو الاس هيبقى ب2 البريمتر هيتغير ويبقى 4 times 2 اكيد البريمتر هيبقى 8. وبالتالي انت كل مره بتحط قيمه مختلفه للاس او السايت لينث وبالتالي بيطلع لك قيمه مختلفه للبريمتر. طيب انا عايزه اقول ايه من الكلام ده كله؟ عايزه اقول لك انك ملاحظ ان دايما قيمه البريمتر اللي عندك بتعتمد على قيمه السايت لينث. كل ما بغير في قيمه السايت لينث قيمه البريمتر بتتغير، وده اللي احنا عايزين نقوله فكره الديبندنت وفكره الاندبندنت. ديبندنت بمعنى معتمد على، احنا كلنا عارفين كلمة depend on يعتمد على. فانت شايف ان المعتمد على دلوقتي او dependent هنا عندنا هو البريمتر، انه دايما هو اللي معتمد على قيمة الاس. اما الاندبندنت هو الاس نفسه مش معتمد على حاجة. ازاي؟ انك دايما يعني مثلا عندك السكوير على طول بديلك ان السكوير ده مثلا السايت لينث 4، سكوير تاني ان السايت لينث مثلا 3 3 3، فدايما بيكون شكل السكوير متحدد اساسا السايت لينث الخاص بيه، فبالتالي هو على طول يكون اندبندنت. اما حسابك للبريمتر هو اللي مختلف وبيعتمد على قيمه الاس دي. فاختصارا الكلام من هنا هنفهم ان البي ديبندنت اما ان الاس هنا هو اندبندنت. طيب تعالوا نوضح كمان من خلال اكزامبل هنشوفها ونفهم المعنى الخاص بموضوعنا. تاني بيقول لك فكره الديبندنسي او الاعتماديه هي بتكون ريليشن شيب، علاقه زي ما انت كنت شايف ان البريمتر عباره عن 4 تايمز للاس، ودايما بتشوف ان في 1 كوانتيتي كميه وليكن هنا البي دايما بتكون ديبند اون ذا اذر معتمده على قيمه تانية وهي هنا كانت قيمه الاس. تعالوا بقى دلوقتي نشوف بعض الاكزامبلز، هي بعيدة عن النمبرز وبعيدة عن الايكويشن، مجرد بس عايز يوضح لك تاني مفهوم الديبندنت والاي والاندبندنت. هنا مديك هنا مجموعة من البورس الكلمات وبيقول لك هديك دلوقتي الشكل ده وانت حط لي المناسب بقى بناء على المفهوم اللي انت فاهمه. تعال نشوف اول ستيتمنت او الجملة والكلام هيوضح ان شاء الله. بيقول لك يا ترى ايه depends on how hard did you study، يعني ايه اللي هيعتمد عليه ان انت بتذاكر بجديه وبتذاكر كويس. طبعا هنا هيعتمد عليه التست سكور، نتيجتك في الامتحان والتست هيعتمد اساسا انت ذاكرت قد ايه وذاكرت كويس ولا لا. تمام تعال نشوف تاني اكزامبل. بيقول لك السايز اوف بلاند، حجم النبات بيعتمد على ايه؟ اكيد هيعتمد على كميه الميه، amount of water، كمية المية اللي أنا بسقي بيها النبات، فبالتالي السايز وشكله وحجمه هيختلف ويعتمد عليه. اكزامبل اللي بعده يا ترى ايه depend on ايه؟ واضح انهم اخر اتنين. هقول لك هنا how expensive a cell phone بيعتمد على اساسا الماتيريال المصنوعة منه، يعني لما تشتري فون الغلاء او انه يبقى غالي معتمد انت اساسا الماتيريال اللي مصنوع منه الفون ده عباره عن ايه. تمام دي زي ما قلت لك اكزامبل كده عمليه
بيحاول يفهمك أكتر فكرة إن مين معتمد على مين. طيب تعالوا كمان نكمل كده مع بعض. شوفوا كده الإكزامبل ده معايا، بيقولك برضو كل إكزامبل من دول عندك statement وstatement التانية، وبيقولك مين اللي دبنت ومين الاندبنت. قبل ما ندخل في الحل مع بعض، أنا هقولك على فكرة بس بسيطة هتقدر تحلها بيها. اعرف إن الحاجة اللي بتبدأ في البداية أو الأساس هو اللي بيكون اندبنت، مش معتمد على حاجة. النتيجة اللي جاية منها هي اللي بتكون دبنت أو معتمد عليها. طيب أفهمك أكتر من خلال الحل. بيقول لك how fast do you eat, how much are you hungry، يعني سرعتك في الأكل وإزاي أنت جعان. مين الحدث أو مين اللي هيجي في الأول؟ مش اللي هيجي في الأول إنك أساساً hungry، في حالة من الهنجري، وبناء عليه أنت هيحصل سرعتك وإنت بتاكل، أنت جعان قوي أو وسط أو كده، فاهمني إزاي؟ فتقدر تقول لي الحاجة اللي بتبقى في البداية في الأول هي اللي هتبقى independent، اللي هو انت ازاي hungry. اما الديبند هو ازاي how fast do you eat، انت ازاي بقى بتاكل بسرعة. ادي because ان how fast do you eat ده depend on how much are you hungry. اكزامبل تاني بنفس الفكرة، بيقولك what you bought we the cost you pay، اللي انت بتشتري واللي انت بتدفعه. ايه اللي هيجي في الاول يا جماعة؟ اللي هيجي انك بتشتري، والنتيجة اللي انت هتدفع. في الشيء اللي هيجي في الأول هو اللي هيبقى independent مش معتمد، أما الكوست اللي انت هتدفعه المرحلة أو الخطوة التانية هي اللي هتبقى dependent، انت هتدفع بناء على اللي اشتريته. يبقى independent هنا what you bought، أما dependent هو الكوست you pay، طبعا because ان الكوست هيكون معتمد على اللي انت اشتريته. example الأخير بنفس الفكرة، بيقول لك ال blood pressure والfast food. انت ده جزء ساينس شويه، ان انت عارف ان ضغط الدم والبريجر والبلاد والحركه بتاعته بيعتمد على اكشن انت بتقوم بيه. يعني انت لو بتجري هتلاقي في ضغط اكتر، لو بتاكل بسرعه، فاهمني ازاي؟ لو عامل اكشن كده معين. فهنا بالظبط بيقولك انت لو بتاكل بسرعه هتلاقي في بلاد بريجر اكتر. فايه الحدث بقى اللي حصل؟ اللي حصل انك بتاكل بسرعه، بناء على كده بقى يبقى في اكتر بريجر وفي بلاد اكتر حاصل. فتقدر تقول الاندبندد هو الفاست فود، اما الديبندد هو البلاد بريجر، تمام؟ لان البلاد بريجر هيعتمد على سرعتك في الاكل، الفاست فود. تمام كده هنكمل الجزء اللي بعده، وخلاص احنا خدنا فكره كده مبدئيا، وان شاء الله يكون الموضوع واضح بالنسبه لك. بنتكلم هنا على فكره الالجبريك اكسبريشن والإكويشن، وتعالى نفتكر تاني احنا قلنا ايه. قلت لك هي الإكويشن او الجبرك إكويشن ما هي الا عبارة عن mathematical expression بس بتحتوي على variable ونumbers operation symbol، سواء addition subtraction division. كإكزامبل مثلا ان الM equal 9 plus N، انت شايف هنا شكل الإكويشن، وشايف هنا في variable، وشايف عمليات addition مثلا اهو، فانت كده تمام، انت ده كده اسمه الجبرك equation، هنسميها equation مش expression، لان مجرد ما ظهر شكل الايكوال symbol الايكوال بقينا اسمنا equation، تمام؟ تعالوا كده نكمل مع بعض. هقولك انت دلوقتي برضو زي ما قلتلك في اول الفيديو، الجزء اللي جاي معتمد على الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده، وفكرة ان انت ازاي بقى تعرف تكتب انت الجبرك expression او الايكويشن من خلال المعلومات اللي انت بيديها لك. تعالى كده نشوف الاكزامبل اللي جاي. مبدئيا انا هقرأ كده الجمل اللي عندك، بيقولك m equal the sum of 9 and number n. هكمل كده سريعا، هقول هنا انا شايفه b equal increased by، هشوف هنا كلمة more than، هشوف هنا مثلا add. كل المصطلحات والwords والكلمات دي على طول تفهم انك بتعمل عمليات addition. ده كان واضح، وخدنا table يوضح لنا ان مجموعة الكلمات دي تقولك ان انت كده addition او انت كده multiplication، الكلام ده مر علينا. فتمام تعالى نحل بقى اول سؤال معاك. هنا السوليوشن بيقول لك ادي الام، تعالوا نفكر مع بعض، ادي الام ايكوال، ادي ايكوال السم، السم يعني بتعمل اد اهو بلس سم اوف اي اوف 9 اند ان، ادي 9 وان، تمام. تعال نشوف السوليوشن السؤال اللي بعده وتعال نفكر فيه مع بعض. بيقول لك ادي البي، ادي البي ايكوال ايكوال ا نمبر ام انكريزد باي 8،
يعني في ام بلس 8. اكزامبل اللي وراه ادي سوليوشن بيقول لك اس ادي الاس ايكوال يعني ايكوال يساوي ال6 مور ذان مور ذان يعني اد ا نمبر مديك السامبل اسمه تي يبقى سوليوشن اس ايكوال تي بلس اكس. واخر حاجه معاك السوليوشن تعال نفكر فيه مع بعض بيقول لك اد 18 يعني في 18 وهضيفها على ايه بقى على ا نمبر مديك السامبل اتش وفي النهايه قال لك ايكوال للجي. فخلاص كده مجموعة الإيكويشن متهيالي سهلة إنك بتقرأ كل ستيتمنت من اللي عندك وبتبدأ تترجمها بشكل إيكويشن ونمبرز زي ما أنت شايف. هنكمل برضو نفس السؤال وتعال نشوف بس كده كل كلمة عندك بيقولك هنا كلمة برودكت وهنا كلمة تايمز وهنا كلمة مالتبلاي. طب والله دي واضحة جدا إنك كل الأوبريشنز دي عبارة عن موضوع مالتبليكيشن. تعال بقى نحل أول حاجة مع بعض. بيقول لك هنا ال equal يبقى ال equal خطوه خطوه كده بنقرا الستيتمنت اللي عندك. البرودكت يعني بعمل تايمز ال 4 and a number k ادي 4 وادي number k. اكزامبل اللي وراه بيقول لك 0 ادي 0 equal 7 times a number s ادي 7 times number s 7 times s. وطبعا انت تفهم ان انت مش بتكتب لما يكون في نمبر وفي سمبل مش مضطر تكتب شكل التايمز كده بتكتب على طول 7s بالشكل ده. اخر حاجه بيقول لك اهو 2 multiplied by a number ادي 2 multiplied by a number f هو مديك السمبل f equal e. وزي ما قلت لك انت على طول تكتب 2f بالشكل ده. تمام هنكمل كده مع بعض. هنا برضو مديك شكل equation s equal 5t وبيقول لك انت الشكل الايكويشن دي انت ممكن تصمم عليها مجموعه من الاكزامبلز المختلفه. تمام بس تعالى نشوف الاكزامبل اللي عملوا هنا يعني في السؤال وتعالى نفهم هنحله ازاي. بيقول لك لو عندك ايكويشن بالشكل ده s equal 5t تقدر تقول لي النمبر اوف باكس يو وانت تو باي. طبعا تفهم انه t ده النمبر اوف باكس. طيب تقدر تقولي التوتال نمبر ده اول ما يقولي التوتال نمبر افهم ان اللي بره ده التوتال ده دايما بيكون التوتال المجموع الكلي فالتوتال هيكون اس. ولما يقولك النمبر اوف باسكويتس اوف ان وان باك طبعا هو النمبر الثابت الكونستانت اللي موجود عندك فيبقى نمبر 5. ممكن نفس الاكزامبل بنفس الايكويشن يقولك مثلا بدل الباسكويتس يقولك مثلا بنس اقلام جوه الباك عندك. فهمني ازاي؟ فانا ممكن اصمم اكتر من سيناريو واكتر من اكزامبل بس هي نفس الفكره انك تفهم ان النمبر اس لما اقولك اس ايكوال 5 تي تفهم ان الاس ده هو عباره عن التوتال. تفهم هنا النمبر اوف مثلا باجز اللي عندك وهنا بيكون النمبر الكونستانت الثابت عندك. هنكمل كده مع بعض. بيقول لك هنا شكل الستيتمنت برضو وبيطلب منك انت برضو صمم لي الجبريك ايكويشن وخلاص احنا نعرف بقى نتعامل مع الموضوع ده وزي ما قلت لك احنا اساسا اخذناه قبل كده في الليسنز اللي فاتت. طيب اول حاجه بيقول لك هنا 25 انا هكتب 25 مور ذان يعني بلس او اد بي ادي بي ايكوال ار. بس كده انت بتقرا كل جزء من الستيتمنت وبتترجمه على طول للنمبرز وشكل الايكويشن. اكزامبل اللي بعده بيقول لك عندك ان ادي ان ايكوال ادي ايكوال البرودكت كلمه برودكت يعني تايمز. تمام برودكت اوف ايه اوف 9 اند اس 9 واس اكتب على طول 9 اس بالشكل ده. بعد كده توايز تفهم توايز يعني 2 توايز بي 2 بي اد 3 يعني هضيفها على 3 ايكوال جي. خلاص ادي الايكويشن. بعد كده بيقول لك الكي ادي كي ايكوال يعني يساوي اهو ايكوال البرودكت في تايمز برودكت ال5 اند تي ادي ال5 وادي التي. بس استنى كمل الجمله معاك increased by 7 يعني في بعد كده اد 7 فيبقى شكل الايكويشن هيطلع بالشكل ده ان الكي ايكوال 5 تي بلس 7. هنكمل كده مع بعض. خلاص هنا السؤال متهيالي هيبقى سهل بنديك شكل equation وقول لي مين في ده dependent ومين في ده independent. مبدئيا انا عايز اقولك على حاجة هتعرفها على طول. اعرف على طول ان النمبر اللي بره ده اللي هو التوتال ده او السيمبول التوتال ده هو اللي بيكون dependent بيكون معتمد. اما النمبر او السيمبول اللي جوه ده هو الindependent.
طيب أفكرك أكتر، مش كنا بنقول إن البريمتر إيكوال الفور إس، وقلت لك إن البريمتر ده هو الديبند على الإس. تمام، يبقى افهم بقى على طول، أول ما تشوف شكل الإكويشن التوتال اللي بره، السيمبول اللي بره ده هو الديبند، بيعتمد على العملية الحسابية اللي موجودة جوه. وأما السيمبول الداخلي أو داخل العملية الحسابية، سواء بتعمل تايمز آد أي حاجة، اعرف إن السيمبول اللي جوه ده هو اللي هيكون independent. طب الله، ده بناء على الكلام ده يبقى السؤال ده سهل جدا. لما يقول لك قول لي الديبند، هتقول لي على طول الأكس اللي برا، والإنديبند هيبقى الواي. تمام، السؤال اللي بعده، الديبند هيكون إيه، أما الإنديبند هيكون السيمبول بي. بعد كده الديبند هيكون هنا تي، أما أكيد الإنديبند هيكون السيمبول إس. تمام كده، هنكمل مع بعض. خلاص الليسن الأول خلص، وتعالى نشوف مجموعة الإكزامبل اللي معانا. مديك شكل الإكويشن X equal 4Y plus 3، وبيقول لك مين في ده dependent. ما تفكرش بقى، خلاص احنا عرفنا انك بتاخد السيمبول اللي بره ده اللي هو قبل علامة الإيكوال اللي بنقوله مثلا التوتال، فبيكون هنا السيمبول X. إكزامبل التاني، مديك شكل الإكويشن وبيقول لي مين الإندبندد. فكر برضو على طول ان الإند ديبندد بيكون هو السيمبول اللي داخل للعملية الحسابية اللي عندك، فطبعا السيمبول المتوفر هنا هيكون هو الA. تمام، فيبقى السيمبول أو السوليوشن نمبر B. بعد كده بيديك شكل الستيتمنت وبيقول لك اكتب لي الإكويشن. انت شايف A، بيقول لك 8 more than يعني add الS equal T، فعلى طول السوليوشن هيكون عندك نمبر C. زامل التاني، بنديك ان الام ايكوال البرودكت يعني بول تايمز ان اند 3. خلاص ان الام ايكوال 3n، فيبقى سوليوشن نمبر A. اكزامبل الثاني بيقول لك 4 تايمز ال، ادي 4l يعني اد لل7 اد 7 ايكوال k. انت ماشي زي ما بقول لك جزء جزء كده بتوصل للسوليوشن، فبالتالي السوليوشن هيبقى نمبر C. اكزامبل اللي بعده بيقول لك اف، ادي اف ايكوال السم اوف ادنج، يبقى في اد هنا يحصل لل11 والبرودكت لل8 اند اي يعني 8 اي. فتمام كده هتلاقي سوليوشن نمبر دي. اكزامبل اللي وراه بيقول لك يا ترى الشكل الايكويشن اللي انت شايفه الجي ايكوال ال9 اتش. قول لي بقى انت الوورد فريز او الجمله بالشكل انت هتكتبه ازاي. انت زي ما انت فاهم هتقول لي انت شايف ان جي ده يعتبر معمول تايمز للناين والاتش، فخلاص هتقول لي ان الجي ايكوال 9 تايمز الاتش، ويبقى السوليوشن نمبر بي. اكزامبل الاخير معانا بيقول لك انت شايف شكل التيبل ومديك فكره الفاريبل مختلفه عن هنا، بيقول لك في الار وفي تي، وبيقول لك هنا شكل السوينج، شكل السوينج اللي هنا، وبيقول لك يا ترى عدد المرات الرايتس هيبقى كام. طيب واحده واحده كده نفهمها. هنا شكل سوينج، تمام، يبقى انت بتتكلم على الجزء ده من التيبل. تمام، ومديك ان في سيمبل اسمه ار وسيمبل اسمه تي. ماشي، في سيمبل ار وسيمبل تي. رجع قال لك ان الار هو نمبر اوف رايتس والتي هو التوتال. انت فاهم يعني ايه انك التي توتال؟ يعني انا باختصار عايز اكتب كده ان التي ايكوال حاجه، صح كده، ايكوال ايه؟ اكيد السيمبل ار اللي موجود معاك، فاختيارك هيبقى ما بين السي وما بين الدي، صح، لان هنا في توتال اللي هو التي وهنا التوتال اللي هو التي. تمام، وهنا هيبقى في ار او ار. تمام، انا هختار بقى نمبر سي ولا نمبر دي بناء هو قالك سوينج، وهنا عباره عن 11 تيكت، يبقى اذا هختار. مكملين كلامنا مع بعض وبندخل دلوقتي في lessons 3 and 4. بيقول لك هنا اول حاجه عايزين نتعلمها، او بمعنى تاني ان احنا نفتكرها، انت ازاي كنت لو عندك الجبرك اكسبريشن او ايكويشن وعندك فاريبل موجوده عندك في الايكويشن، لو عندك نمبر ازاي بتبدا تعمل سبستيتيود او تعوض بالنمبر ده جوه الايكويشن. فاكرين ازاي؟ تعالوا كده نشوف كده مع بعض. لو عندك مثلا الايكويشن وليكن ان الواي ايكوال 2x بلس 1، كنا نبدأ نقول طيب انت الأول لو مثلا في قيمة للأكس
وليكن مثلا x هنخليها ب1 تمام، f x equal 1. فاكرين كنت تقولي ال y equal كام؟ هتقولي ال y هي عبارة عن 2 times ال1 بعد كده plus ال1، فيبقى عبارة عن 2 plus 1 equal 3. الكلام ده خدناه اليونت اللي فاتت. طيب احنا هنا اكتر عايزين نوضح ايه؟ عايز اقول لك زي ما انت فهمت ان الواي قيمه الواي بتعتمد على قيمه الاكس، صح؟ احنا قلنا الواي اللي هو الديبند بيكون عندك اللي بره ده اللي هو التوتال، دايما بتعتمد على قيمه الفاريبل الثاني اللي هو داخل الايكويشن، وهنا هيبقى قيمته الاكس. طيب انا كمان عايز اقول لك انك ممكن توضح ده بشكل تاني، انك تكتبها x and y. طب انتوا فاكرين ده كان عباره عن ايه؟ كنا بنعمل الشكل ده لما كنا بنتكلم على فكره الجراف. لو كان عندك مثلا شكل بالشكل ده، وكنت بقول دايما بيكون في قيمه هنا للاكس وفي قيمه هنا للواي، كان ده الاكس اكسس والواي اكسس. طيب مبدئيا هنمشي ونفتكر الكلام ده كده واحده واحده مع بعض. تعالوا بس نشوف فكره تانية او نفتكر حاجه، فكره الاوردر اوف اوبريشنز، ان انت لو عندك اي شكل ايكويشن كان عندك ترتيب واولويه كده في العمليات الحسابيه الخاصه بيك، اول حاجه بتشوف البراكتس تخلصها، تاني اولويه كان بتيجي فكره المالتبلاي او الديفيجن بس طبعا فروم ليفت تو رايت، وتالت اولويه كانت الاديشن والسبتراكشن وبرده فروم ليفت تو رايت. يبقى مهم جدا نهتم بأولوياتنا. ليه احنا بنفتكر الكلام ده؟ لان احنا برضو بنتكلم على equation وبنتكلم على numbers بنعوض بيها وبنطلع بالسوليوشن، فمهم فكرة الorder of operations دايما في ذاكرتك وتبقى ماشي بيه صح. تعالى كده بقى نشوف الequation اللي عندك، وزي ما انا قلت لك لو مثلا كexample الequation هي y equal 2x plus 1، وبقول لك تعالى substitute كده عوض ان الx equal 0، هتبدأ تقولي 2 times 0 plus 1، يعني 0 plus 1 equal 1. انت عارف كده انا اقدر اطلع بوينت على اساس انها x and y، يعني لو الx ب 0 تمام ال y equal 1، يبقى دي كده اول بوينت انا طلعتها. تعالي كمان نعوض بنمبر تاني. طيب لو x ب 1 عوض كده بقى في الايكويشن هيطلع لك هنا ال y ب 3، يبقى انا طلعت بوينت تانية عبارة عن x و y يعني 1 and 3، يبقى هي دي البوينت التانية اللي أنا طلعتها. تعال كمان substitute x equal 2، تعالوا كده شوفوا لو بقول إن ال y بتساوي 2 times 2 plus 1 يعني 4 plus 1، طبعا خلصت multiplication الأول بعد كده addition equal 5، يبقى أصبح عندك في بوينت كمان عبارة عن 2 and 5، 2 يرمز لل x and 5 يرمز لل y. طيب أنا بناء على كل البوينتس اللي أنا طلعتها ده أنا أقدر أرسم شكل التيبل ده. التيبل ده عبارة عن إيه؟ إنك حاطت هنا الإكس وهنا الواي. لما الإكس كان بزيرو كان في قيمة للواي 1، طبعا كل ده في الإكويشن اللي موجودة معاك الإكزامبل اللي عندك. مرة الإكس ب 1 طلعت الواي بقيمة، مرة الإكس ب 2 طلعت الواي بقيمة مختلفة وكانت قيمتها 5، وبالتالي زي ما قلت لك كان في عندك البوينتس اللي ظهرت كده اللي هي اكنها عباره عن x and y، كل بوينت من ده بيمثل x and y x and y، وبالتالي انا دلوقتي هقدر ارسم شكل الجراف واوضح البوينتس. تعال نشوف هنعملها ازاي. ادي عندك شكل التيبل، انا رسمت جراف بالشكل ده. بالظبط اللي حاصل ان عندك لو ده الx axis وده الy axis، وبتبدا تكتب السكيل 1 2 3 4، وسكيل هنا برضو 1 2 3 4، اول بوينت بتحددها هي 0 1، يبقى في 0 عند الاكس اطلع عند الواي 1 وجبت اول بوينت. بعد كده 1 and 3، يبقى انا واقفه عند ال1 في الاكس اطلع لحد ما اوصل لل3 اهي، فجبت البوينت الثانيه. بعد كده 2 and 5، انا واقفه عند ال2 بطلع لحد ما اجيب البوينت 5 فوصلت النقطه الثالثه تمام، وبالتالي برسم لاين واي اوصله بالشكل ده. انا كده رسمت شكل الجراف. طيب هنكمل كده مع بعض. خلاص انا كده هقول لك بس على نوتس على الموضوع بتاعنا. بقول لك اعرف بقى في شكل الايكويشن ده انا ممكن ادي تسميه للاكس وتسميه للواي. انت عارف ايه التسميه دي؟ انا هسمي الاكس انبوت وهسمي الواي اوتبوت. يعني انبوت؟ انبوت يعني مدخلات، واوتبوت يعني مخرجات. يعني دايما انت بتدخل قيمة للإكس وبناء عليه بيطلع لك قيمة للواي. يعني الإكس ده في شكل الإكويشن اللي قدامك، الإكس ده ممكن أسميه إنبوت وكنا بنقول عليه إندبندد، فاكرين؟
أما الواي، الواي هسميه output وكنا بنقول عليه dependent. تمام، هنكمل كده مع بعض. وبيفهمك تاني وبيفكرك شكل الجراف، انك بتقول الاكس اكسس ده والاكس كوردينيت ده بيكون بيرمز ان كل بوينت عليه بتوضح لك هي قد ايه بعيدة عن الاورجن اللي هو بيمثل 0 and 0، بس طبعا في اتجاه الهوريزونتال بالشكل ده. اما بنفس المبدأ بالنسبة للواي كوردينيت او الواي اكسس، بيوضح لك برضو اي بوينت عليه هي بعيدة قد ايه بالنسبة للبوينت الاورجن اللي هي 0 and 0، بس طبعا في اتجاه انك فيرتيكال بالشكل اللي انت شايفه. هنكمل كده مجموعه الاكزامبل، وهي خلاص ما فيهاش افكار تقريبا. مديك شكل الايكويشن وبيقول لك عوض لي ان الاكس ايكوال 5. طيب ما هي سهله، اول اكزامبل تقول والله ان الواي ايكوال 2 تايمز ال5 يعني 10. اكزامبل اللي وراه ال5 الاكس 5 بلس 4.1 يبقى 9.1. اكزامبل اللي وراه 3 تايمز ال5 وبعد كده بلس 10 يبقى عبارة عن 25. آخر حاجة half plus x يعني half plus 5، وhalf plus 5 يعني 5 and half. example اللي وراه بيقول لك هنا مديك ال variable x and y، وبيقول لك ان x independent variable. تمام، واحدة واحدة بقى كده نركز قبل ما نشوف الإكويشن. بيقول لك ان في x و y، وبيقول لك x دي independent. يعني ايه معنى x independent؟ يعني x هي اللي جوه العمليات الحسابية، وبالتالي ال y هي اللي بره، هي اللي independent، هي independent. تمام، تعال شوف بقى العملية اللي طالبها. بيقول لك اكتب الequation multiplied by 3. انت عارف كده معناه ان 3 times x، يعني الequation عبارة عن ال y equal 3x، بس كده هي دي الequation ان ال y equal 3x. ولما يقول لك بقى substitute ان ال x equal 4.2، خلاص عوض كده ان 3 times 4.2 يبقى 12.6. جات منين؟ انك بتعمل times لي number الديسمال، عادي انك بتعمل ادي 42 times 3 وتنسى الديسمال، 2 times 3 equal 6 و 3 times 4 12، وبتحط البوينت الديسمال برضو بعد ديجيت واحد، فبالشكل اللي انت شايفه. هنكمل example اللي وراه. بيقول لك equation وعندك x and y، قال لك x independent، يبقى على طول أفكر إن x هي اللي داخل العملية الحسابية و y هي independent اللي برا. وبالمنطق على طول x و y دايما بتكون y هي اللي برا بالشكل ده، و x هي اللي داخل العملية الحسابية أيا كانت بتتعمل لها times addition أيا كان. بس مبدئيا خلينا على حسب اللي بيطلبه أو اللي بيقوله لك، x independent يبقى x داخلي، ال y بالتالي هي اللي independent. طب تعال نشوف، add 3 يعني أكنك x هتضيف عليها 3. تمام، يبقى هي دي الايكويشن ان الواي ايكوال اكس بلس 3. وبعد كده بيقول لك سبستيتيوت بقى ان الاكس ايكوال هاف، خلاص هي عباره عن هاف بلس 3 يعني 3 اند هاف. هنكمل الاكزامبل اللي وراه. هنا الاكزامبل مديك برضو اكس اند واي، وقال لك برضو اكس اندبندنت، خلاص معروفه انك تقول واي ايكوال وفي اكس داخل العمليه الحسابيه اللي تعالى نفهمها لسه. بيقول لك مالتيبلايد باي 2 يعني 2 هتبقى تايمز اكس. ماشي، استنى كمل، add 3 لسه هضيف عليها 3. تمام، انا كده وصلت لشكل الايكويشن. تمام كده شكل الايكويشن هيبقى ان الواي 2x بلس 3. بس استنى نرجع كده مع بعض. قال لك انت المره دي مش هتعوض باكس بقيمه واحده، انت هتعوضها باكتر من قيمه، مره ب1 مره ب2 مره ب3 مره ب4. تمام، وبعد كده هتطلع تيبل وكمان هترسم شكل جراف. تعال بقى كده نشوف السوليوشن مع بعض. احنا شفنا الايكويشن وخلاص، انت تفهم ان لما x equal 1 عوض بقى في الايكويشن هتقولي 2 times 1 plus 3 equal 5، ولما x ب2 يبقى بالتالي الy ب7، x ب3 الy ب9، وx ب4 الy ب11. تمام، انت خلاص فاهم انك بتعوض كل مرة في الايكويشن دي. يعني مثلا x ب4 ازاي؟ انت قلت ان الy عبارة عن 2 times 4 وبعد كده plus 3 فبيطلع 11. وبناء على كده انا هقدر ارسم التيبل، لما كان x ب1 y طلع ب5 اهو، ولما x ب2 y طلع ب7، وهكذا باقي البوينتس. وبالتالي كل مره انت تعرف ترسم x y x and y x and y، هنا قيمه الx وهنا قيمه الy. تمام، بقى سهل جدا انك بقى ترسم شكل الجراف. ادي الx axis وادي الy axis، لو عندك بوينت 1 هنا وادي بوينت ال5، يبقى خلاص حصلت على اول بوينت عندك وهي 1 and 5. تاني بوينت ازاي؟ في 2 هنا عند الاكس،
وفي 7 هنا عند الواي بتوصل كده ما بينهم وبتحصل على بوينت جديده هي عباره عن 2 اند 7 وكذلك طبعا 3 اند 9 و 4 اند 11 وبكده انت هتبقى خلاص اكزامبل عملت البوينت وعملت التيبل وكمان عملت شكل الجراف. دلوقتي هنخش على اخر مجموعه اسئله معانا. بيقول لك عندك شكل الايكويشن ومديك ان الاكس ايكوال 3 ما تقدرش تحسب الواي ما طبعا 2 بلس 3 يعني اسئله سهله جدا خلاص هتبقى ايكوال 5 سوليوشن نمبر دي. اكزامبل اللي وراه مديك شكل الايكويشن وبيقول لك المره دي ان الاكس عباره عن 5.1 اعمل مالتيبيكيشن زي ما فهمتك 3 تايمز 5.1 فاكيد السوليوشن هيطلع 15.3 السوليوشن نمبر سي. اكزامبل اللي وراه مديك شكل الايكويشن وبيقول لك يا ترى مين في دول بيحقق بقى الايكويشن دي. هنا احنا محتاجين نجرب كل بوينت عندك يعني جرب 0 اند 2. يعني ايه 0 اند 2؟ يعني الاكس ب 0 و 2 هتبقى قيمه الواي. طب جرب كده لما الاكس تبقى ب 0 0 بلس 1 فالمفروض الواي تطلع 1 لا الواي هنا ب 2 يبقى كده ده مش داخل معاك. البوينت اللي بعديها اكس ب 1 والواي ب 1 طب جرب كده لما الاكس تبقى ب 1 عندك x بلس 1 اهي يبقى 1 بلس 1 المفروض الواي كان تطلع 2 وهنا مش 2 يبقى هنا مش معاك. نجرب اخر الاكزامبل اللي وراه او النمبر سي ادي الواي المفروض تساوي x بلس 1 دي الايكويشن. طب هنا الاكس ب 2 يبقى 2 بلس 1 ايكوال 3 يبقى المفروض كان y تطلع ب 3 برده مش متحققه يبقى دي مش معانا يبقى اكيد ان شاء الله ده اللي هيتحقق. تعال نجرب ادي الاكس ب 1 ادي 1 بلس ال1 فعلا الواي طلعت ب2 نفس القيمه هنا احنا قلنا ان ده عباره عن اكس اند واي. اذا السوليوشن هيبقى نمبر دي. اكزامبل اللي وراه مديك شكل الايكويشن ان الواي ايكوال 2x وبيقول لك الواي لو ايكوال 8 يا ترى الاكس ايكوال كام؟ طبعا هتقولي ايكوال 4 يعني 2 تايمز 4 ايكوال 8. بعد كده مديك شكل الايكويشن وبيقول لك يا ترى لو الاكس ب1 عوض بقى سبستيتيود اكس ب1 هتلاقي 3 تايمز 1 ايكوال 3 ويبقى 3 بلس 6.4 طبعا هيبقى سوليوشن 9.4 سوليوشن نمبر دي. بعد كده مديك شكل الايكويشن وبيقول لك طيب يا ترى لو الاكس ب12 تعال نشوف مع بعض يبقى واي ايكوال هاف تايمز 12 بلس 1 طبعا ده ديفايد 2 ديفايد 2 ايكوال 6 يبقى عندك 6 بلس 1 اكيد السوليوشن هيبقى 7 ويبقى سوليوشن نمبر A. ويلا نشوف مع بعض اكزامبل نمبر 8. مديك هنا شكل التيبل وبيقول لك يا ترى انت انهي ايكويشن من ده هيحقق التيبل. انت هنا هتلاقي سوليوشن نمبر سي وتعال اقول لك انت فكرت ازاي. انت لازم هنا تفكر في كل اكزامبل او كل سوليوشن وتحاول تطبق. يعني مثلا لو بدات تشوف نمبر A انت شايف ان الواي ايكوال اكس بلس 2 اكس ب 1 بلس 2 ايكوال 3 تمام هي متحققه هنا. بس تعال نشوف البوينت الثانيه لما تقول ان 2 هنا 2 بلس 2 المفروض ايكوال 4 اما الواي هنا ب 5 فيبقى ده مش معاك. لما تيجي تبص نمبر بي عباره عن الواي ايكوال 2 اكس جرب كده لما الواي تبقى ب الاكس تبقى ب 1 يبقى 2 تايمز ال 1 فالمفروض ان الواي يطلع ب 3 سوري طبعا الواي هنا يطلع ب 2 لكن هي بالفعل هنا 3 فاذا ده مش متحقق معاك. طب تعالى بقى نشوف السوليوشن المظبوط. تعالى هقول لك ان الواي ايكوال 2 مره الاكس ب 1 يبقى 2 تايمز ال 1 بلس ال 1 اذا هيبقى طبعا السوليوشن عباره عن 3 يبقى تمام اول بوينت متحققه. تعالى كمان نشوف البوينت الثانيه انت عندك 2x يعني 2 تايمز ال 2 بلس ال 1 يعني 4 بلس 1 ايكوال 5 فكمان البوينت الثانيه متحققه. وكذلك البوينت الثالثه عندك 2 تايمز ال 3 يبقى 6 بلس 1 ايكوال 7 يبقى تمام السوليوشن معاك نمبر سي. اكزامبل الثاني بيقول لك لو واي ايكوال 3 اكس والانبوت 12 قول لي الاوتبوت عباره عن ايه. فاكرين لما قلت لك ان الاله هرمز ليه لو عندك اكس اند واي وعندك اي ايكويشن وليكن y بتساوي 3 بلس x اي ايكويشن قلت لك دايما ان الواي دي دايما بتكون عباره عن الاوتبوت اما الاكس دايما هي عباره عن الانبوت. طب تمام بفهمنا كده تقدر بقى تطبق في الايكويشن اللي عندك. بيقول لك لو الانبوت ايكوال 12 يعني الاكس 12 خلاص يبقى 3 تايمز 12 يبقى ايكوال 4
يبقى اكيد الواي هتطلع بفور، وان الواي دي برضو مفهومنا انها عبارة عن الاوتبوت. اذا السوليوشن هيكون نمبر دي. اخر اكزامبل معانا بيقول لك شكل ايكويشن ان الواي ايكوال اكس بلس هاف، وبيقول لك لو الاوتبوت عبارة عن 5 اند هاف. انت خلاص بقى فهمت يعني ايه اوتبوت، يعني الواي دي هي اللي قيمتها 5 اند هاف، وبيطلب منك قيمة الانبوت، يعني طالب منك بقى قيمة الاكس. خلاص سهلة انك تقول 5 and half equal الx plus half، وطبعا سهلة بقى انك تعرف ان الx عبارة عن 5 ويبقى solution number B. تمام كده احنا خلصنا الفيديو النهاردة وخلصنا اليونت. انا قد ايه فعلا شايفاها هي يونت سهلة، يمكن بس معتمدين شوية على مجموعة الافكار والمعلومات اللي خدناها في الليسونز اللي فاتت. نشوفكم على خير دايما في الفيديوهات اللي جاية، وبنفكركم في نهاية الفيديو ما تنسوش اللايك وتحاولوا تشيروا لزمايلكم علشان الجميع يستفيد بأمر الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.